مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا يمكن خرجنا شويه، اول مره نخرج من فتره طويله، بقالنا كتير في الاستوديو، بس طبعا خلاص الامور ابتدت ترجع تاني وابتدينا ننزل، وان شاء الله قريب نجيب لكم حلقات حلوه من اماكن كتير حلوه. احنا لسه في القاهره بس اهو بدايات. عايزين نتكلم النهارده على السياحه من وجهه نظر الفنانين المصريين. لما بنتكلم على اماكن معينه بعينها رائعه، ولما يجي فنان من الفنانين يبتدي يجسد هذه الاماكن الحلوه بس في شكل اعمال فنيه، سواء في نحت، في رسوم، في غيره. الحقيقه النهارده هنتكلم عن منطقه سيوة بعيون فنانه من طراز خاص. اولا انا من اسكندريه وانا اسكندرانيه ولازم نكون بنتكلم على الاسكندرانيه. الحقيقه والكلام ده يعني على ارض الواقع، ان فنون جميله اسكندريه تحديدا مختلفه عن اي فنون جميله تانيه موجوده في مصر كلها، لان على البحر، ودايما الفنانين الاسكندرانيه عندهم حس مرهف فعلا بنشوفه من خلال اعمالهم. يمكن عشان زي ما بيقولي اليود والبحر والاماكن الحلوه بتاعت اسكندريه بتخلق ده. النهارده هنتكلم عن سيوة. ليه سيوة مش اسكندريه؟ طبعا المفروض نتكلم عن اسكندريه، وهنتكلم عن اسكندريه ده اكيد، بس هنتكلم عن سيوة لان سيوة يعني جنه الله على الارض، مليانه خيرات كتير جدا سياحيه. هنتكلم عليها بقى زي ما قلنا بمنظور فنانه. احنا معانا الفنانه الدكتوره منى غريب، وهي استاذ مساعد بكليه فنون جميله جامعه اسكندريه، قسم نحت، تخصص النحت الخزفي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طولت عليكي شويه، معلش، واللي كان لازم اقول التقديمه دي. لا مفيش مشكله. اولا يعني بحييكي، اولا اسكندريه، وعايزين نتكلم الاول على اسكندريه وجمال اسكندريه، وليه الفنانين بتوع اسكندريه مختلفين؟ يعني حتى لما جم يوضبوا اسكندريه ويعملوا اماكن حلوه وميادين، اختاروا فنانين من اسكندريه، والفنانين دول تبرعوا انهم يعملوا الحاجات دي لبلدهم من غير ما ياخدوا عليها مقابل. هي اسكندرية معروفة بموضوع ان فيها بحر، البحر ده اوريدي هيأثر على الفنانين بتوع اسكندرية، وطبعا متأثرة بوجود حضارة، يعني حضارة اسكندرية اتأثرت بحضارة رومانية ويونانية، كل ده بيدي الفنانين بتوع اسكندرية طابع خاص، بيبقى مختلف شوية عن بقية المناطق، فيمكن هو ده اللي بيخلي فنانين اسكندرية طبعهم مختلفة شوية، فده رأيي يعني. انت كمان انا عارفه ان الكليه في قسم فيها او في جزء مبنى فيها على البحر وقريب من البحر، فده برضو على ما اعتقد بيشكل وجدان فنان يعني، وبيخلي حتى نظرته بناء. بنتكلم عن السياحه دايما بيبقى شايف البحر في كل شغله، حتى لو ما رسمش بحر او ما عملش بحر. دي حقيقه. احنا هي كليه عندنا متقسمه كذا مكان، منها المظلوم او المبنى الرئيسي ده على البحر على طول، انا هناك، لان هو المبنى اللي هناك ده بيبقى مبنى عمارة ونحت، فأنا نحت طبعا، فعلى البحر طبعا بيأثر عليا جدا وجود البحر كل يوم. عارفة لما بيبقى الأفق مفتوح كده قدام الرأي بيبقى الحالة مختلفة عن اللي بيبقى شايف على طول بلوك أسمنتي يعني، فاللي بيبقى شايف الأفق مفتوح ده يمكن أكثر حظا يعني، أكثر خيالا، أكثر فنا يعني، في تأمل، بيبقى أكثر تأمل، أكثر بيديكي انطباع بالحرية، انطباع بالانطلاق، ف اعتقد ان ده بيأثر في شخصية الناس اللي موجودة بطريقة ما، بيخليهم فيهم اكتر جراءة شوية، بحس بكده يعني. صحيح. فاعتقد ان مأثر علينا كلنا. ليه علاقة بطاقة المكان والفونك شوي، وليه علاقة باليود وحاجات كتير جدا بتشكل فعلا وجدان الفنان. طيب نقول الدكتوراه بتاعتك نتكلم عليها الاول، لان هي دي اللي هنبني عليها الحلقة كلها، فقولي لنا الاول عاملة الدكتوراه عن ايه؟ الدكتوراه بتاعتي بكل بساطة كده عن الطين الطفلي في واحد سيوة واستخدامه في النحت المعاصر. ابسطها اكتر علشان برضه يبقى الناس معانا في الموضوع. سيوة انا لما روحتها، انا كنت روحت 2008 اول مرة، كنت ما بين الماجستير وخلاص يعني هناقش الماجستير، رايحة تفسحي سياحة، رايحة اتفسح عادي. فالماجستير بتاعي كان عن انواع الطينات اللي في مصر كلها اللي بتستخدم، عن اللي ينفع نستخدمها للسيراميك او الخزف. فكنت بعمل الرساله بتاعتي يعني كده. لما رحت سيوه بالصدفه البحته لقيت ان في نوع تاني انا ما خدتهوش، كان نوع جديد ما درستيهوش او ما حطوهوش في الماجستير. فلقيت ان ايه ده حاجه حلوه قوي، ده جديد عليا، طب ايه امكانياته، ايه اقدر اعمل بيه ايه؟ ده اللي اخدته بقى في الدكتوراه. اختصيت الدكتوراه بدراسه الطين ده، وهو مش نوع واحد، ده كتير وامكانياته مختلفه خالص عن اي امكانيات تانية.
الى حد ما كان تحدي بالنسبه لي، لانه مش من السهل تطويع عامل زي الحاجه زي ما بيقولوا ايه الممتنع، يعني حاجه كده زي الخيل الحر، مش زي اي حاجة. سهل ترويضه؟ لا مش سهل ترويضه، لكن امكانياته والوانه ونتيجته رهيبه، يعني ملهاش حل. طيب اولا احنا طبعا ورانا شغلك وهنتكلم عليه بالتفصيل، بس قولي لي الاول، اول ما رحت سيوه ايه اللي انت شفتيه بقى بعين فنانه وبعين سايحه، يعني رايحه سائحه؟ هو انا اول ما كنت رايحه، انا كنت رايحه يعني قالوا لي بصي انت محتاجه ان انت يعني زي ما بيقولوا تفصلي عن الضغوط النفسيه اللي انت فيها عشان تبقي وانت بتناقشي كده مرتاحه. انا ما كنتش ناقشت ماجستير وقتها، فانا لما رحت اول حاجه انا حسيت بيها حرفيا انا منطلقه، انا طاقه المكان هناك مختلفه تماما، لان الافق مفتوح، الالوان مختلفه، انت شايفه مساحات واسعه ما بين الاخضر وما بين الاصفر وما بين اللي هو لون السماء، ما بين ريحه الميه، ريحه الخضره، لا الموضوع مختلف جدا. غير الناس بقى، الناس كمان هناك طيبه قوي على الطبيعه، تحس ان هم لسه بالنقاء البراءه بتاعت الفطره الطبيعيه دي. فانا الصراحه لما رحت هناك يعني وقعت في غرامها وملهاش حل. ملهاش حل، واجتذبني جدا الرموز اللي موجوده في كل مكان، اللي موجود على التطريز، اللي موجود على الفخار، اللي موجود إيه على زي ايه الحاجات اللي موجوده عليها، تحسي انها علامات مميزه للمكان؟ هي طبعا علامات مميزه، هي اللغه بتاعت سيوه كانت يعني مقروءه وغير مكتوبه، لكن الكتابات الناس اللي سجلت الكتابات هي عباره عن رسومات، الرسومات دي هي دي الحروف بتاعتهم، استخدموها في الفن، في التطريز، في الحلي. فدي بقى طبعا بما ان انا فنانه فاول حاجه رحت لها انا عاوزه اشوف الكلام ده ايه يا جماعه. فكانت حقيقه مصدر جذب جبار ليا ان انا ادرسها واشوفها، وطبعا الفخار لان انا اول حاجه رحت لها يعني. بس هي سيوه بشكل عام كل تفاصيلها، كل حاجه فيها حكايه لوحدها، سواء على التراث، سواء الفكر بتاعهم، حكاياتهم، كل ده لا كان محتاج لدراسه حد يبرز يعني الكلام دي كلها بالظبط. هو في ناس كتيره راحت وقعدت ودرست، بس انا اخدتها بقى من وجهه نظر كنحاته وك يعني واحده بتدرس التراث شويه. يعني لما بنتكلم على السياحه جزء منها كبير قوي ليه علاقه
زي ما انت قلتي كده براندنج ديستنيشن، ان انا بعمل براند للمكان نفسه بكل ما فيه، ومن ضمنها كمان الحاجات اللي بتتباع، ويجي الجست او يجي السايح يبقى بيشتري الحاجات دي وبيشوف الحاجات اللي معموله من بيئه المكان. فدي حاجه انا شايفه انها مهمه جدا. احنا مش بقى بنتكلم على انك انت تعملي حاجات بسيطه وبتتباع، انت بتتكلمي على فن ليه تكلفته، ليه فنانه اللي بتعمله، ليه طابعها الخاص. فقولنا ازاي تقدري تربطي ده مع كمان العماله والفنانين اللي بيشتغلوا هناك، مش بتكلم على فنانين بقى، الفنانين اللي بيشتغلوا هناك، وازاي يقدروا يروجوا لمنتجهم من الطين الرائع اللي انت بتتكلمي عليه. هقولك على قصه صغيره كده بسيطه، بس دي حاجه حصلت هناك. وانا في البلد هناك طبعا، بما ان انا بدرس الطين وكده، اتعرفت على مجموعه هم مشروع اسمه، المشروع ده مشروع ايطالي مهتم بتنميه التراث الامازيغي في افريقيا، منها سيوه. فهم قالوا لي احنا عاوزينك تيجي معانا تدربي السيدات هناك على الشغل بتاعك، يعني على الفخار. فده كان يعتبر تطبيق للدكتوراه بتاعتي. فانا عملت، اما رحت بقى اشتغلت مع السيدات وكده، ابتديت افهم انا منهم هم شغالين ازاي. طيب يا جماعه انا خلاص انا فهمت الطينه والاساسيات طب يا جماعه انتوا عندكم غلطات في الحته دي ودي ودي، لو صلحتوها هيبقى انتاجكم افضل، هيبقى الناس، هيبقى مصدر جذب للسياح. فاللي حصل ان انا عملت ايه، اديتهم من خبرتي انا في تطوير المنتج بتاعهم بحيث يبقى مناسب للحركه المعاصره زي ما بيقولوا، بس هو لسه محتفظ بالتراث بتاعهم، لسه محتفظ باللمسه بتاعتهم. بس ايه، مثلا بدل ما هم كانوا بيعملوا حاجه مش هتبقى مستخدمه، لا ده ممكن تعمل منتج هناك بسيوة مشهوره بالانتاج الفخار. بالظبط كده. فهي كان اللي انا بعمله بالظبط، ان انا بحاول اتطور من انتاجه، السائح او الزائر رايح انا هستخدم دي او هتبقى شكلها حلو لو علقتها، او ممكن اعمل مثلا دي اباجوره طفايه، مش ابتديت ادخلها في حته التطبيقيه شويه. ومن خلال اللي هم بيعملوه انا برضو شفت ايه اللي ممكن انا اوظفه، بس بقى من ناحية تمثال او كده. فكانت الاستفادة متبادلة. بس درستي كده الطين بتاعهم او المنتج اللي بتعملي او الاساس في انك انت تعملي بيه فن كبير، كمان درستيهم بشكل عام. انا شايفه انك درست الازياء، درستي ازياء بالتالي، ودرستي الشخصيه السويه، ودرستي الحاجات اللي ممكن يعملوا منها زي ما اقول براندنج، الكتابه وشغل كتير قوي. فاحكي لنا كده عن سيوة من كل مكان سياحيا كده، انت شفتي ايه ونقلتيه ازاي الفن كده، وتحكي لنا عن شغلك بقى كمان. هقول لك هي سيوة بالنسبة لي، طبعا انا هتكلم بشكل عام، هي سيوة عامة هي واحة دي موجودة تحس انها لوحدها كده، هي اخدة طابع خاص بيها. الناس ليهم لغة مختلفة، ليهم طريقة لبس مختلفة. درستي اللبس ده وشفتي ايه الحاجات بتاعت من زمان لغاية دلوقتي، التطور اللي حصل فيه؟ بحكم الرسالة كان لازم برضو اعرف انا يعني هعمل عن مين او هتكلم عن مين. فانا ابتديت ابص كده في لبسهم، في الحلي بتاعهم، في طريقه كلامهم، في الرموز اللي هم مستخدمين، لان كل ده كان مصدر ثري جدا ان انا اخد منه واحط في شغلي. يمكن هنا في التماثيل بتاعتي هنا انا مش ملتزمه قوي بموضوع سيوه، ولكن انا متاثره بيها بدرجه كبيره. حلو. يمكن في التمثال الاولاني هنا، ده التمثال ده بالذات معمول بالطينه بتاعتهم، يعني ده معمول بطينة سيوة، فهتبص هتلاقيها مختلفة تماما، هي اخدة اتجاهها يعني تحس انها اثار اكتر، ومستخدمة فيها الرموز بتاعت سيوة. تمام. غمض عينيها اللي هي دكتورة، هو يعني انا كان في فترة كده بعمل حاجات مغمضة، بس هي سيوة ليها قصة كده معروفة اسمها الغولة. الغولة دي كانت بتغني يعني ايه وهي طالعة من بيتها، فيمكن برضو اتأثرت قوي الغولة، لان ليها اكيد عينيها ليها تأثير، يعني بتأثر على الناس، فهي بتغني. قصة قديمة او حكاية قديمة، طبعا هي مش موجودة دلوقتي، ولكن هي
كانوا مؤمنين جزء من التراث بتاعهم، جزء من التراث ان هي كان ليها الطاقه بتاعتها فيها حسد وبتأذي اللي بيشوفها وممكن تسبب مشاكل، فكانوا بيغموا عينيها وهي طالعه من بيتها. حلوه دي قصه. فالى حد ما اثرت فيا، واثر فيا برضو موضوع ان هم بيضفروا شعرهم، فانا بعمل الضفاير كتير قوي يعني. من المعروف ان العروسه هناك، طبعا انا على حسب ما عرفت ان العروسه هناك لما تيجي تتجوز بيضفر لها شعرها 99 ضفيره. اسماء الله الحسنى. كل ضفيره باسم. فدي برضو عارفه ليهم حاجات كده لطيفه كده، والحاجات دي تحس انك حابه تعرفيها حتى لو هتقريها كده، هي مصدر للبهجه في الاخر. فانا كنت يعني بدرسها. برضو الهدوم بتاعتهم او الملابس، العروسه بتلبس فساتين فوق بعض، سبع فساتين. تتكلمي جد؟ اه داليا سبع، داليا لقب بعلم الطاقه طبعا. هم عاداتهم وتقاليد بتبقى لابسه زي اسبوع، بس هي بتلبسهم كلهم مره واحده. لا هم ليهم قصص كتيره وقصص جميله تجذب الواحد انه يحب يعرفها. يمكن طبعا الفترة اللي فاتت السياحة هناك ما كانتش قد كده، واحنا منتظر ان شاء الله ان برضو سيوة تبقى من المجالات اللي تفتح لها يعني سكة كويسة قوي بالنسبة للسياحة. انت شايفة انه لو اتفتح فيها مجالات كتير، سواء بقى الابار اللي موجودة والدفن والرملة واهلها والسفاري اللي ممكن يتعمل هناك والتاريخ، وفي انا عارفة ان في حاجات كمان ليها علاقة بالتاريخ كتير مصري قديم. سيوة هي فيها كذا نوع من السياحة. عندك السياحة التاريخية لان فيها معابد، معبد الوحي من اهمهم، زي طبعا الاسكندر معروف جدا، الاسكندر راح معبد الوحي عشان ياخد النبوءة بتاعته. فيها السياحة العلاجية، يعني الناس تروح هناك عشان تتعالج، وده حقيقي وفعالة جدا تمام. وفيها سياحة السفاري، عندك الصحراء والناس اللي بتحب السفاري اللي بتحب تشوف النجوم تمام. وفيها السياحة الترفيهية، الناس اللي عاوز تنزل بقى المية هي فيها كل انواع السياحه يا جماعه. هي وبعدين في نقطه يمكن ما حدش نوه عليها، بس اليونسكو ادرك شالي ده جديد، ادرك شالي ان ده خلاص يا جماعه ده حاجه تراثيه، وبداوا ترميم فيه، وحاليا هيبقى مزار عالمي يعني ده ملهوش حل. يعني متخيله الشالي القديمه هي كانت حصل تهدم في المبنى وكده، رجعوا رمموا، رجعوا القلعه القديمه. انت بتشوفي الماضي بشكل جديد. فلا بعد ترميمه غير. بعد ترميم. طيب نروح تاني لتماثيلك الجميله دي. انت قلتي لي اول واحد ده بيتكلم عن سيوه، لكن ده الفلاحه بتاعتي. يعني بصي هم كلهم انا اخده من الفرعوني والمصري القديم في شغلي، بس كان الوقت ده اللي انا اشتغلت فيه الحاجات دي انا متاثره بسيوه جدا. يمكن انا دلوقتي شغلي شويه اختلف، ولكن لسه في نفس لمسات الخط البصمه بتاعتك. لكن الوقت اللي انا كنت قاعده فيه هناك انا كنت متاثره 100% يعني 100% بالتراث هناك وبالشغل هناك. انا اخده هنا في من المصري القديم يعني الملابس بتاعتهم، هنا اخده شويه عارفه برضو الستات هناك بيبقوا متغطيين وكده، دي برضو اثرت في ان انا اعمل شغل حاجه كده يعني. مش ممكن الجمال، ربنا يخليك. ده شغل بقول لك يعني قديم شويه، بس هو انا لقيته مناسب، يعبر عنك مناسب للمرحله دي لسيوه. انا عارفه انك دخلتي معارض كتير، فادينا فكره كده بسرعه، وازاي المعارض دي ممكن تكون برضو نوع من الدعايه للسياحه بطرق غير مباشره كمان. يعني انا عملت معارض جمعيه في مصر كثيره جدا، بس المعارض الخارجيه هي اللي كانت اهم الصراحه. ان انا كان في معرض في تونس وفي المغرب وفي النمسا، وفي شغل سافر بره في امريكا لا كان في شغل يعني اللي بره مصر، سبب ان بره مصر كان بيعبر ان في فنانين في مصر
بيعملوا حاجه حلوه، فكانوا بيشوفوا شغلي الست دي مصريه، وده كان يهمني. يعرفوا لوحدهم كده بالظبط من طريقه الشغل، من طريقه تعبيري عن الحته المصريه اللي جوايا. فكنت بفرح جدا بالحته دي ان يبقى اسم مصر موجود بره. فده نوع من السياحه على فكره، ان وقتها بيبقوا عايزين يجوا يزوروني يشوفوا الحاجات اللي شافوها في المعرض. بالظبط. خدت كمان جوائز كتير، فكلمينا عنها. الحمد لله، يعني اخدت جوائز يعني كذا جوائز. طبعا انا مش ببقى حافظه قوي الصراحه انا اخدت ايه، بس هو في اخدت جوائز من مصر ومن بره مصر. رجعنا مره تانية معانا دكتوره منى غريب. دكتوره قولي لي، من ضمن الحاجات الجميله قوي في سيوه ان هم في اوتيلات مشهوره على مستوى العالم، يمكن احنا ما نسمعش عنها كتير زي ما بره يسمعوا عنها، وكلها اللي هي الاوتيلات الخضراء او اللي هي البوتيك او نظام البوتيك السياحي، اللي هو اوتيلات اوض قليله وفي نفس الوقت بيقدموا خدمه وصديق للبيئه. فاحكي لنا عن ده، لانه انا اسمع كمان ان هو بيتبني بنفس نوع الطين اللي انت بتشتغلي بيه، فاحكي لنا عن الحاجات دي. طبعا سيوة يعني الاهتمام اكتر اهتمام اللي هي الاوتيلات الصديقة للبيئة. تمام. اشهرها اوكي، يعني من في هناك حاجات مشهورة جدا. هي الفكرة ان هم مبنيين بحاجة اسمها الكرشيف. الكرشيف ده عبارة عن الملح والطين والحجر، بيبقوا خلطة مع بعض. الخلطة دي مع الشمس بيبقى بتعمل نوع من بتبقى صلبه، وفي نفس الوقت زي الحجر بقى بتبقى حجر، وبيبقى الاعمده بتاعتها بالخشب النخل او بجذوع النخل. لا، بالجذع النخل نفسه. الفكره في الاوتيلات دي او من طريقه البناء دي ان هي بتبقى مناسبه جدا للجو هناك. ليه؟ لان هي بتبقى تكييف طبيعي، يعني انت جوه الاوضه بتحس ان انت ما فيش اي حر، ما فيش اي مشكله. الساعة نفس الكلام بتدفيكي، فهي صديقه للبيئه جدا. وبعدين في بعض الاوتيلات مثلا هم ما بيستخدمش الكهرباء. تمام. ما ينفعش تشغلي اصلا ممنوع موبايل، ما فيش تلفزيونات ولا كده. فانت اللي هو بتبقي مع الطبيعه بشكل كامل، ودي انا عن نفسي انا بحبها جدا. يعني انا اسمع كمان من ضمن الاوتيلات دي بيعملوا حاجه زي مديتيشن هناك، وبيجيبوا خبراء وبيعملوا نوع من الحركات معينه ليها علاقه باليوجا. حقيقي حقيقي بيبقى في انا في يعني اوتيل اعرفه. تمام. من احد الحاجات الجميله عنده ان انا اول ما ادخل الاوتيل ده بقلع الشوز بتاعتي وامشي على الارض، والارض كلها ملح. الله. فانت اول ما بتدخل، اول ما تحطي رجلك اول خطوه، انت خلاص كل النيجاتيف انرجي بتتسحب، خلاص انت بتبقي مع نفسك بقى هناك. يعني انت مش بس رحتي علشان تتخلصي من الضغوط قبل ما تبتدي الماجستير والدكتوراه، لا انت كمان رحتي عملتي خدتي من هناك واشتغلتي عليه في الماجستير والدكتوراه. هو هي يعني كونك ان انت تقعدي وتتفاعلي مع الطبيعه بتاعت سيوه، هي بتاثر عليكي بالكامل، سواء من ناحيه نفسيه انت بترتاحي نفسيا، سواء ان انت بيحصل نوع من التامل للحاجات التراثيه اللي حواليكي كفنان بيأثر جدا عليكي. انا كنحات اثرت عليا في شغلي. المصورين هناك اللي بيعملوا بينتينج بيطلعوا تحف فنيه حقيقي لما بيقعدوا هناك. في حاجات بتتعمل هناك، مراسم بتبقى شغاله كل فتره. الخضره والنخل وكمان الصحراء
كل ده بيأثر جدا جدا في شغل اي فنان. ما يعني وليه بمناسبة ان الاكل كمان بقى جزء من السياحة، ليهم اكلات هناك وبيدفنوا الحاجات المكمورة وكده. ليهم حاجات بتاعتهم هم، ويمكن من اشهرها بيقولوا عليها المردم، او يعني مثلا اللحوم او كده، بيعملوا لها حفر وبيحطوا فيها اللحوم ويدفنوها وتبقى معمولة بالدخان. يعني دي بقى بتبقى مذاق تاني. غير طبعا في اكلات بقى بتاعتهم حاجه اسمها مخمخ، ملوخيه بتاعتهم، الحاجات دي بتاعتهم هم بس، مفيش محدش بيعرف يعملها كده. وانا الناس لما بروح هناك عندهم كسكسي بخضار ملوش حل. تمام. فانا يعني في حبه اكلات كده اتعلمتيها منهم الى حد ما، يعني الملوخيه بعرف اعملها بتاعتهم. يعني اللي انت بتقوليه ده كله يخلي، بما ان كل المقومات دي موجوده في سيوه، انا لازم كمان احنا كمصريين كلنا لازم نروح هناك ونشوف سيوه دي عامله، مش كفايه بقى شرم وغردقه، نبتدي نوزع اهتمامنا كمان على الاماكن الحلوه. والدوله كمان اكيد الفتره اللي جايه دي في اهتمامات كتير هتبقى ان شاء الله، ومن ضمنها منطقه سيوه. فانا سعيده، ما اعتقدش في حد شافنا هيبقى متحمس يروح سيوه بعد كلامك والفن الجميل اللي انت عاملاه ده. انا يعني هو لو ما حدش لسه زار سيوه فهو فايته كتير. لا اللي هيروح هناك هيحبها اكيد. انا ببارك لك طبعا على الدكتوراه، مع ان المباركه متاخره، بس ببارك لك كمان على الشغل الرائع ده، واتمنى انك تلفي بيه كمان العالم ان شاء الله. ميرسي جدا جدا، شكرا لاستضافتكم.